وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة الماجد. أهلا بك أستاذ في نشرة الثامنة. الاعتداء الغادر تم بالرغم من سريان اتفاق الهدنة الأممية وكذلك وقف إطلاق النار وجهود دولية حثيثة لإنهاء هذا النزاع. أستاذ أسامة، بماذا تصف هذا الخرق للهدنة؟ أولا أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد لأعلى القوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله، في استشهاد عدد من رجالنا البواسل الأبطال ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الحد الجنوبي للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. حقيقة أختي أن هذا الاعتداء الغادر على قوات الواجب التابع لقوة دفاع البحرين والذي أدى لاستشهاد 3 من البواسل وإصابات واجهته ردود دولية تندد وتستنكر هذا العمل الجبان من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، خاصة أثناء فترات السلم ووقف الأعمال العسكرية المشمول بالهدنة. وكل العالم اعتبر الاعتداء جريمة حرب، ولابد من محاسبة الحوثي ووضع حد لأعمالهم الإرهابية العدوانية. وكما أشار الكثير من المحللين أن الحوثيين غير جادين بشأن تحقيق حل سياسي لإحلال السلام في اليمن الشقيق، ولديهم رغبة في إطالة أمد الصراع في اليمن. ما حصل تصعيد خطير يستلزم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لردع جماعة الحوثي، وسيبقى الجندي البحريني متحفز لصد أي عدوان ومهيئا لخوض أي معركة دفاعا عن الأرض والأشقاء والدين. لا يشغله عن ذلك شاغل مهما كان نوعه وشأنه، حارس أمين لهذا الوطن والأمة العربية ومقدساتها ومنجزاتها ومكتسباتها.